والله يا جدعان، لو امام عاشور قاصد ان هو يحرق دم كل من هو زملكاوي ما كانش هيعمل اللي بيعمله الفترة دي نهائي. على وانت جيت بصيت على موضوع امام عاشور مع نادي الزمالك، هتلاقي ان احنا بنعيش مع امام عاشور قصة مسلسل تركي تقريبا ماشي بديناميكية تقريبا غريبة غريبة. والله مسلسل تركي بيحصل قدامنا. مرة واحدة إمام عاشور يتمرد على نادي الزمالك إن هو عايز الراتب بتاعه يبقى زي الراتب بتاع أحمد السيد زيزو، بعدها يجي يسابق شعره التمرين يروح جاي مرتضى منصور طرده من النادي ويقول ما تاش داخل النادي لما تحلق شعرك، يقوم بعد كده يجي له عرض احتراف يروح جاي مصمم إن هو عايز يحترف وعايز يسيب نادي دي الزمالك، يقوم رئيس النادي مرتضى منصور ياخده ويعمل معاه مؤتمر قدام الكاميرا عشان خاطر يخلي مسؤوليته من ناحية جماهير نادي الزمالك ان امام عاشور اهو رايح يحترف. امام عاشور يطلع يقول ان انا زملكاوي من زغري. فاكرين انتوا؟ انا زملكاوي من زغري. انا كنت اول مرة اعرف ان في بلد اسمها زغري الصراحة، يعني مع امام عاشور. يقوم يطلع نادي ميتلاند الدنماركي يلعب معاهم 4 ماتشات بس وينزل على اساس ان هو مصاب، قال يعني الدنمارك ما فيهاش مستشفيات ما فيهاش علاج هناك، لا جاي مصر مخصوص عشان خاطر ان هو عايز يتعالج هنا في مصر، وبعدين مش عايز يرجع ميتلاند او مش عايز يرجع الدنمارك تاني او مش عايز يحترف في الدوري في الدوريات الاوروبيه سواء الدنمارك بقى سواء اي دوري تاني بره مصر، مش عايز يطلع. يقوم النادي الاهلي يرمي طوعه، يقوم الطعم ده يمسكه مين؟ امام عاشور وماسك فيه. طبعا هو الطعم مرمي من زمان لامام عاشور من يوم ماتش الاهلي والزمالك في الدوري، لو تفتكروا اللقطه بتاعت امام عاشور اللي هو من زغري مع كهربا في ما بين الشوطين بتاع الاهلي والزمالك اللي هو كان في الدور الاولاني اللي الاهلي كسب فيه الزمالك 3-0. لحد كده واحنا كويسين من ناحيه امام عاشور. طبعا جمهور الزمالك اول ما عرف ان امام عاشور هيجي النادي الاهلي لعبوا على نغمه ان ده لاعب مسك اساطير النادي الاهلي وقعد يشتم فيهم وفي قلب النادي بتاعهم وفي قلب الاداره بتاعتهم وقعد يشتم في اساطيرهم، قال يعني جماهير الزمالك هتخاف على مصلحه النادي الاهلي. انت متخيل لدرجه ان في فئه كبيره من جمهور النادي الاهلي ماشيين وراهم؟ هل الفئة الكبيرة بتاعت النادي الأهلي أو فئة كبيرة بتاعت جمهور النادي الأهلي لو يعرفوا إن إمام عاشور مجرد إن هو يجي النادي الأهلي أكنك بتضرب تاني قلم للزمالك بعد كهربا. إنما لو هتيجي تكلمني في فنيات هل الأهلي محتاج إمام عاشور، هقول لك لو الأهلي محتاج إمام عاشور قبل حمدي فتحي ما يمشي بنسبة 25% فالنادي الأهلي بعد ما حمدي فتحي مشي وراح الوكرة القطري محتاجه بنسبة 99.9%. بالتالي عندك إدارة النادي الأهلي ورت فيديوهات لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لإمام عاشور عشان خاطر يشوف طريقة لعبه. طلع مارسيل كولر متمسك باللاعب وعايزه يجي النادي الأهلي، وفي كلام كتير بيحصل الفترة دي مع النادي الأهلي وإمام عاشور مع نادي ميتلاند الدنماركي، وبيقول لك إن في خطوات ناجحة حصلت بنسبة 70% من ناحية اللاعب او من ناحية الاهلي ان هو ممكن يتعاقد مع امام عاشور. جه النادي الاهلي فكر ان هو ياخد امام عاشور عن طريق الاعارة، فطبعا نادي ميتلاند الدنماركي رفض رفضا تام ان هو مش هيطلع امام عاشور عن طريق الاعارة. نادي ميتلاند الدنماركي عايز يبيع امام عاشور بيع نهائي. هو في الاول ما كانش عايز يبيع امام عاشور، بس امام عاشور لما رفض ان هو يرجع عشان خاطر يحضر الموسم الجديد فبالتالي مش هيستفاد منه باي حاجه، فهيستفيد منه فلوس، وطبعا لو هيستفاد منه فلوس فمش هيبيعه اقل من الرقم اللي دفعه فيه للنادي الزمالك. طبعا في ناس كتير هتقول لي استنى عندك يا زوما، ده في نادي بيراميدز داخل بتقوله الميركاتو ده وهيشتري لعيبه كتير. هقول لك رغبه اللاعب نفسه هو عايز النادي الاهلي، اللي هي الموضوع اللي تقريبا حارق كل جمهور الزمالك ان هو فضل النادي الاهلي عن النادي الزمالك، سايب النادي الزمالك في عز الاحتياج ليه وفكر ان هو يروح يحترف في النادي الاهلي. يقوم جمهور الزمالك يخاف على مصلحة جمهور الاهلي او النادي الاهلي وعمال يصحصحه ويقول له ده شتم الاساطير بتاعتك، ده شتم، ده عمل، ده سوى، ده. هم عارفين كويس ان امام عاشور مجرد ان هو هيجي النادي الاهلي فبالتالي هتبقى اكبر ضربة ممكن توجع كل ما هو زملكاوي بعد ضربة
محمود عبد المنعم كهربا. انت متخيل؟ فأتمنى من جمهور النادي الأهلي إن هي ما تنساقش ورا كلام جمهور نادي الزمالك، لأن مفيش حد هيخاف على مصلحة النادي الأهلي غير جمهور النادي الأهلي، وأظن التاريخ كله بيتكلم عن الموضوع ده. وياريت جمهور الأهلي يكون عارف إن طالما اللاعب جاي عشان خاطر مصلحة النادي الأهلي، فبالتالي الأهلي فوق الجميع حتى فوق أبنائه. انا حبيت اطلع ان انا اتكلم في موضوع امام عاشور، لان فعلا الموضوع بدا ان هو يدخل في الجد، وان احنا ممكن في يوم وليله نلاقي امام عاشور داخل جدران النادي الاهلي، الا اذا نادي ميتلاند الدنماركي يمسك في اللاعب او يمسك في 3 مليون يورو اللي دفعهم في امام عاشور، فساعتها هتبقى الصفقه فشلت من ناحيه النادي الاهلي. ما هو انت ما تجيش تقول لي ان النادي الاهلي باع حمدي فتحي ب 3 مليون دولار للوكره القطري علشان خاطر يروح يشتري امام عاشور بنفس الثمن. لو جينا هنفكر، امام عاشور عنده 25 سنه ولا 24 سنه بالنسبه لحمدي فتحي اللي عنده 28 سنه ولا 29 سنه، فبالتالي عامل السن هو هيبقى اقرب من ناحيه اللاعب. بس انا مش هبيع لاعب زي حمدي فتحي اللي كان بيعمل لي ادوار دفاعيه وهجوميه، فبالتالي ان انا بنفس المبلغ ده هشتري بيه امام عاشور، لان ساعتها هتبقى ولا اكني ان انا عملت اي حاجه. فانا دلوقتي وصلت طبعا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك كلامي في الفيديو او من ناحيه لاعب امام عاشور، فبالتالي هستنى رايك في الكومنتات. ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، لان اللايك ده بيساعدني كتير في شغلي وان يخلي الفيديوهات بتاعتي توصل لك اسرع. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك، ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاوية. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.